السلام عليكم أستاذ بكفاسي، تحييكم مرحبا بكم، نشكركم على تعليقاتكم وعلى ملاحظاتكم وانتقاداتكم وكذا اتصالاتكم. اليوم غنشوفوا واحد التطبيق ديال نحلوا معادلات في المجموعات الأعداد العقدية سي، وهذاك المعادلات غيكون فيهم غادي نتعمدوا أن نديروا فيهم المرافق زد بار. التقنية باش كنحلوا هذه المعادلات بصفة عامة هي أننا نضع الزد كتساوي اكس زائد واي و اي ديما ضروري حيث اكس و واي كينتمي بجوج الاخ و واي عددان حقيقيه. اذا هذا معنى ان الزد بار معنى المرافق هو اكس ناقص واي و اي، وكنقول خدام ببساطه. اذا نشوفوا النموذج الاول، عندي هذه ثلاثه زد بار زائد واحد زائد أربعة إي تساوي صفر. إذا هذه تعطيني ثلاثة زد بار كما شفنا هو إكس ناقص إيكغيك فوا إي، إذا يكون إكس ناقص إيكغيك فوا إي زائد واحد زائد أربعة إي تساوي ماذا؟ تساوي صفر. إذا ننشر ثلاثة إكس ناقص ثلاثة إيكغيك فوا إي ونحول هادو اللي واضحين اللي ما فيهمش مجاهيل، ناقص واحد ناقص أربعة إي. اذا في الفقره ديال تساوي عددين عقديين شفنا بانه باش يتساوى عددين عقديين خصو الجزء الحقيقي ديال الاول يساوي الجزء الحقيقي ديال الثاني، والجزء التخيلي ديال الاول يساوي الجزء التخيلي ديال الثاني. اذا هنا عفوا دونك 3 اكس خصها تساوي لي ناقص 1، دونك 3 اكس تساوي ناقص 1 وناقص 3 واي هذه خصها تساوي لي ناقص 4 أربعة. إذا هنا إكس غير يساوي ناقص واحد على ثلاثة، و إيكغيك غير يساوي ناقص أربعة على ناقص ثلاثة، معنى أربعة على ثلاثة. إذا الحل ديال المعادلة هو العدد زد كيساوي إكس زائد إيكغيك فوا إي، بمعنى إكس قلنا ناقص واحد على ثلاثة، و إيكغيك هو أربعة على ثلاثة. إذن S هو ناقص 1 على 3 زائد 4 على 3 فوي. إذن هذا الإجابة على النموذج الأول، كانت لنا أنه يكون واضح. في النموذج الثاني دونك عطيني 3 زد بار ناقص 4، عفوا ندير هنا غير الزد باش تكون عندها شوية أكثر ديال الخدمة، ناقص 4 زد زائد 1 تساوي صفر. إذا هذه 3 دونك الزد بار قلنا هو إكس ناقص إيكغيك فوا إي، ناقص 4 زد هي إكس زائد إيكغيك فوا إي زائد 1 تساوي صفر. لاحظوا أجدنا فقط عوضنا الزد بار بإكس ناقص إيكغيك فوا إي وعوضنا الزد بإكس زائد إيكغيك فوا إي. إذا غنشر 3 في إكس 3 إكس، 3 في ناقص إيكغيك إي هي ناقص 3 إيكغيك فوا إي، ناقص 4 في إكس هي ناقص 4 إكس، وناقص 4 في إيكغيك فوا هي ناقص 4 إيكغيك إي زائد 1 تساوي صفر. إذا هنا 3 إكس مع ناقص 4 إكس تعطي ناقص إكس، هنا ناقص 3 إيكغيك إي ناقص 4 إيكغيك إي هي ناقص 7 إيكغيك فوا إي، وهاد 1 غيتحول جهة أخرى يساوي ليا ناقص 1. إذا هنا ناقص 1 بحال قلنا هو ناقص 1 زائد ماذا؟ غنضيفو هاد لا تشادي زائد صفر اي، غير باش يبان لنا ان ناقص واحد هو عدد حقيقي، معنى الجزء التخيلي ديالو راه كيساوي صفر. اذا هاد التساوي معنى ان ناقص اكس تساوي ناقص واحد، وناقص سبعة اكريك تساوي ماذا؟ تساوي صفر. دونك هادي كتعطيني ان اكريك كيساوي صفر، هادي واضحة، واوتوماتيكمون اكس تساوي ماذا؟ تساوي واحد. اذا الحل ديال المعادلة الثانية هو اس، دونك هنا اذا كتبنا الزد كتساوي زائد إيكغيك فوا إي باش تبان لكم التلاميذ العزاء، هنا يكون عندي واحد زائد صفر إي معنى ذلك أنه واحد. إذا إس الحل ديال المجموعة ديال المعادلة الثانية هو العدد الحقيقي واحد. إذا بقي لنا الحالة الثالثة، إذا المعادلة الثانية معطية هي زد فوا زد بار زائد زد ناقص واحد ناقص إي تساوي صفر. حنا شفنا بانه وضعنا بان الزد كتساوي اكس زائد واي فاي والزد بار كتساوي اكس ناقص واي فاي. اذا كملاحظه دائما في الاعداد العقديه الزد
فوا زد بار كتعطيني اكس اس 2 زائد واي اس 2 حفظوها كيفاش لاحقاش زد نورمالمون هو كيساوي اش كيساوي اكس زائد واي فوا اي و زد بار كيساوي اش اكس ناقص واي فوا اي وحنا عندنا متطابقه هامه في الاعداد العقديه كتقول بان اكس زائد واي فوا اي عامل اكس ناقص واي فوا اي كتعطيني ماذا كتعطيني اكس اس 2 زائد واي اس 2 اللي مازال ما عرفهاش ولا شاك فيها ولا سميتو غير ينشرها هادي غير ينشرها غتخرجي هادي دونك هادي تعطيني اكس اس 2 زائد واي اس 2 ولا زد هو اكس زائد واي فوا اي ناقص واحد ناقص اي تساوي صفر اذا هادي امور بسيطه ناخذو اللي ما فيهمش اي هما اكس اس 2 زائد واي اس 2 زائد اكس ثم هنايا كاين واي فوا اي تساوي اش تساوي واحد زائد اي اذا باش يتساووا هادو الحل اللي عندي باش يتساووا هو الجزء الحقيقي ديال هذا اللي هو اكس اس 2 زائد واي اس 2 زائد اكس خصني يعطيني اش الجزء الحقيقي ديال الثاني هو واحد ولا شنو هو الجزء التخيلي اللي هو واحد هو واي خصها تساوي ماذا واي يساوي واحد اذا كوننا لقينا واي تساوي واحد غادي يبسط علينا هذه دونك غادي نلقاو بان هذه كتكافئ لينا اكس اس 2 هذه كتكافئ ان اكس اس 2 زائد ماذا زائد واحد اس 2 اللي هو واحد زائد اكس تساوي ماذا تساوي واحد اذا هنا نحيدوا هذه كاختزال معنا اكس اس 2 زائد اكس تساوي صفر معنا اكس عامل لإكس زائد واحد تساوي صفر إذا نلقى إكس تساوي صفر أو إكس تساوي ناقص واحد مزيانة إذا لقينا إكس تساوي صفر أو إكس تساوي ناقص واحد معناها غيكون عندي حلين عندي واحد القيمة ديال إكغيك اللي هي واحد ردوا معايا البال عندي واحد القيمة ديال إكغيك اللي هي واحد مع قيمتين ديال إكس إذا غنصنع عددين عقديين مرة غنبني على أن الزيد كمان هنا ايها التلاميذ الاعزاء مره نبني ان الزيد كتساوي اكس زائد واي فوا اي ومره نبني الزيد كتساوي اكس زائد واي فوا اي مره نخدم بالقيمه الاولى ديال اكس اللي هي صفر وتعطيني صفر زائد اش زائد واحد اي بمعنى نلقى اي دونك هذا هو الحل الاول وفي المره الثانيه نخدم بواحد دائما نخدم بناقص واحد عفوا في اكس ناقص واحد ونخدم بالقيمه ديال اي اللي هي دائما ثابته اللي هي اي اذا نلقى بان هذه المعادله الثالثه تقبل حالين مختلفين شكون هما هما اس الحالين المختلفين في الحاله الاولى لقينا اي والحاله الثانيه غادي نلقاو الحاله الثانيه غادي نلقاو اش ناقص واحد زائد اذا كنتمنى يكون واضح دونك استاذ باك فاسيلتي تحييكم نشكركم على انتباهكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.